والأخوة، نقول للسيد محمد الصدر لننعمنك عينا ولنقدم الأرواح رخيصة فداء لدين الله، فداء لمذهب أمير المؤمنين، فداء للقرآن. نعم نعم للقرآن، نعم نعم للقرآن، المؤسسات والدول التي تدعي أنها ترعى حقوق الإنسان واحترام الأديان واحترام الآراء، ندعوهم جميعا إلى أن تكون لهم وقفة جادة، وإلا فإن الأمر سيصل إلى ما لا يصل الله. إذا تجرأ اليوم متجرع على القرآن الكريم، وأنتم تعلمون أن المسلمين لا يقدمون على عمل مشابه ولا يعتدون على الكتب السماوية، فلعله سيأتي يوم من الأيام يتجرأ متجرع أو ملحد من هنا وهناك على التوراة أو على الإنجيل أو على بعض الكتب السماوية. فعليكم أن تأخذوا العبرة والموعظة وأن تأخذوا الدرس مما حصل، وأن لا تكرروا تلك الأخطاء، فإن القرآن والدين الإسلامي هو دين سماوي يرعى حقوق الإنسان.